سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. المهم اليوم بغيت ندير معكم واحد الطاجين ديال البصله والزبيب، تيجي ساهل وبالزربه كيطيب. يعني الواحد اللي ما تيكونش عنده الوقت وداكشي بالزربه كيطلع. المهم هنا قطعت قولوا شي 4 البصلات ولا 5. هنايا غسلت الدجاج انا بالملح والحامض وشويه سكنجبير، يعني غسلته مزيان محيت لي هذيك السفوريه، راكم عارفين الدجاج كيفاش كيكون. هنايا درت شويه سكنجبير، شويه القرفه، شويه البزار، شويه الثومه حكيتها. بعد البنات انا شديت داك العطريه والثومه ورقدت بها الدجاج، كنخليه انا يعني الا كان عندي الوقت كنخليه يبقى شويه منقده في هذيك العطريه، وعاد باش كنديرو في الطاجين يطيب. الا ما كانش عندكم الوقت يعني ديروا العطريه ديالكم وديروا بالزربه يطيب. وانا ما درتش الملح هنا البنات، حقاش انا الدجاج واجا كنت غسلته بالملح، يعني اصلا جا يكون مالح. البنات كيف كتشوفوا انا درت فرشت شويه البصله ومن بعد حطيت فوق منها الدجاج وفوق منها عاوتاني شويه البصله. وانا ما تنديرش الزيت حقاش ملي كديروا الزيت هذيك العطريه ما تدخلش مزيان للحم، ويعني ما كتشد كتحرق. تمام. من بعد هذا باش كندير شويه الزيت كندير شويه زيت العود وشويه الربيع، حقاش تاع الربيع اللي درتو في الاول كيعطي واحد المذاق حمار، وما يعني ما كيمرر اللحم ولا كيمرر الدجاج. من بعد قريت واحد شويه اللون غير شويه، يعني انتم كيف كتشوفوا الطريقه اللي البنات اللي يعني اللي بعد ما كيتحرق اللون، انا عطيتهم